ايه ده؟ يعني انا اكون حيوان يعني، تمام، مثلا اتحول لقطه، كلب، اي حاجه، لكن الناس تشوفني انسان؟ يعني انا مش فاهم انتوا عايزين مني ايه. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا الفيديو النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده يا ابطال هنلعب لعبه جامده جدا، وهي هل ستضغط على الزر ام لا؟ بصراحه زي ما انتم شايفين قدامكم دلوقتي، التحدي ده او اللعبه دي عجبتني جدا. هيسالنا شويه اسئله، وبرضك قبل ما انا اجاوب عليها لازم انتوا يا ابطال برضك تجاوبوا عليها تحت في الكومنتات. بصراحه التحدي ده بحبه جدا لانه حماسي جدا، وهنشوف يعني، يعني هو مش اختبار ذكاء، ولكن هو هنشوف يعني حاجات يعني او لا حاجة زي لو خيروك ولكن تضغط على الزر او لا. متحمس جدا قبل ما نبدا الفيديو النهارده يا ابطال؟ يلا حالا انزلوا حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه. وانا ليه بعكس دايما؟ مش عارف. لا انزلوا حطوا لايك كده واشتركوا تحت في القناه عشان قربنا نوصل ل 40,000 مشترك. شكرا لكم يا ابطال على الدعم، والله بحبكم جدا، وان شاء الله مستمرين كل يومين فيديو، يعني كل يومين فيديو. الحمد لله ما اتلخبطتش. تمام، ليتس جو يا ابطال، خلينا ندوس ابدا اللعب. تمام، في الاسئله؟ ماشي. هل ستضغط الزر ام ايه؟ بيقول ايه ان يعني امتلك قوة طيران لكن لمدينة واحدة فقط. المفروض ان انا اضغط زر يا غلط اللي هو الاكس الاحمر، او صح اللي هو علامة الصح واللي هو اللون الاخضر. تمام، يعني امتلك قوة طيران اللي انا اقدر اطير ولكن لمدينة واحدة بس، يعني في مدينة واحدة بس اقدر اعمل كده. يا عم عادي، انا عايز ابقى قوة طيران، يعني انا عايز اطير عامة. هقول له ايوه تمام. ايه ده؟ اكتر من يعني اكتر من 70% او يعني اكتر من 70% عملوا صح تمام، واكتر من يعني 30% رافضين. يعني قول مثلا 34 شخص رافض، وادينا كاتب لي 77 موافق، وانت برضك موافق. بصراحه ايوه، يعني اللي انا امتلك قوه طيران فدي تكون يعني لوحدها اصلا، يعني سيبك من اي مدينه يا عم، استخدمها في مدينتي بس، يعني المدينه اللي انا عايش فيها وخلاص. هل هندوس ابطال التاني؟ ايه ده؟ هل تضغط الزر تموت وترجع الى الحياة لكن لوحدك في الكوكب؟ والله شوفوا، يعني الموضوع ده مش اي حد هيجاوب عليه. يعني انا ممكن مثلا اقول لكم بصراحه، يعني انا بحب اللي انا ممكن اقعد لوحدي كتير، مش بحب اللي انا اقعد مع ناس كتير، ولكن في نفس الوقت برضك هزهق، لازم يكون في ناس في حياتي. فانا مش عارف بصراحه، انا محتار دلوقتي. يعني يعني هو بس الفكره اللي هو بيقول لك تموت وترجع للحياه لكن لوحدك، اللي هو مثلا انت ترجع للحياه وتكون لوحدك، يعني عيش لوحدك. ولكن بصراحه ماشي، ما هقول له صح تمام. اوه ماي جاد، 41% كانوا موافقين، واكتر من 58% رفض. واضح ان في ناس كتير قوي مش بتحب اللي هي تعيش لوحدها. انا بالنسبه لي عادي، بس انا عارف لا اكيد هزق طبعا، بس انا عامه دايما بقعد يعني لوحدي كتير، بحس ان انا عايز اقعد عادي لوحدي كتير. بس يلا بينا ابطال ندوس التالي. تمام، هل ستضغط الزر يكون عندك قوه الرؤيه من ورا الجدران لكن بس ما تقدر تشوف اي جدران؟ قول السؤال تاني. المفروض بيقول لي ان انا يكون عندي رؤيه ان انا اشوف تقريبا من ورا الجدران. لحظة مش فاهم، بيقول لي ان يكون عندك قوة الرؤية من ورا الجدران لكن اللي هو بس ما تقدر تشوف اي جدران. طب انت ده اختبار غباء ده يا باشا، انا مش فاهم يعني ايه. طب بقول لكم ايه، بس ما تقدر تشوف اي جدران. طب ما انا يعني اللي هو يعني ثانية، انا حاسس ان انا فهمت اللي هو بيقول لي انت عندك قوة، يكون عندك قوة الرؤية من ورا الجدران بس انت اصلا مش هتشوف جدران. يا عم ماشي موافق. ايه ده؟ 38 واحد موافق و61 مش موافق، 61%. انا اصلا حاسس انا مش فاهم السؤال بصراحه، في لخبطه. حاجه غريبه. خلينا ندوس التالي. بيقول لي هل ستضغط الزر تسافر اي بلد انت عايزها لكن تتخلى عن عيلتك للابد؟ او ماي جاد، لا لا لا، صعبه دي يا ابطال بصراحه. انتوا تقدروا تعملوها، جاوبوها تحت في الكومنتات. ان انت انا ايوه بصراحه انا واحد بحب السفر بس ما سافرتش اي بلد خالص، ولكن انا من جوايا ان شاء الله باذن الله يعني هسافر، ولو حصل باذن الله حاجه زي كده ان شاء الله اعمل لكم فلوج، واكيد انتوا اول ناس هتشوفوا. ولكن
يعني ان انا اسافر اي بلد انا عايزها واقعد هناك واتخلى بقى عن عيلتي ليه الابد؟ كلمه الابد دي ادي المخيفه اللي انا مش هشوفهم خالص يعني. لا يا عم اكيد انا هكلمهم، اكيد في مره هنزل مثلا هروح اعدي عليهم مثلا. لا طبعا انا بالنسبه لي، بالنسبه لي انت يعني ايه ده؟ ماشي بالنسبه لي عيلتي نمبر 1 ما ينفعش يعني. هسافر وارجع عادي، هدوس غلط ايه ده؟ اكتر من 86 ناس رفضوا، تمام 86%، واكتر من 13% يا نهار ابيض وافقوا. يعني بجد النسبه قويه يعني، 86 من 13% كتيره، وناس كتير طبعا ما بتقدرش تتخلى عن عيلتها ابدا. تمام يعني اكتبوا لي تحت بردك في الكومنتات رايكم. ماشي يلا بينا. ايه ده؟ هل ستضغط الزر تحقق حلمك لكن يموت اخوك او اختك؟ يا جدعان مين اللي بيحط الاسئله الغريبه دي؟ اقسم بالله رعب. ايه ده؟ ايه يعني ايه يعني انا حق انت بتحط حلمي وما بين اخويا واختي ليه؟ يعني ليه؟ ما اكيد هقول لك يعني من غير ما افكر طبعا يا عمي يغور حلمي اكيد طبعا يا عم، بس المقارنه غريبه. خلينا ندوس طبعا. لا اكتر من 87 واحد رفض الموضوع ده او رفض السؤال ده، واكتر من 12% موافقين. يعني اقول لكم على حاجه، الناس اللي موافقين دول اصلا ولا تلاقي عندهم اخ ولا اخت انا عارف. خلينا ندوس التالي. تاخد عربيه انت تحبها لكن ما تقدرش تسافر في اي مكان تحبه. طب ماشي انا هاخد العربيه اعمل بيها ايه؟ اركنها يعني ولا ايه؟ ما انا لازم لما اجيب العربيه اتمشى بقى يا باشا، اروح ما اعرفش فين واتمشى فين، ولا انا جايبها عشان منظر يعني والناس تقول ده جاب عربيه وما اعرفش؟ اكيد طبعا لا يا عم مش عايز عربيه. اكتر من 63 شخص وافقوا يعني، لا رفضوا اسف، و36 شخص وافقوا. بصراحه ماشي يعني، هي انا قلت اكيد الناس كلها ترفض يعني، ان انا اجيب عربيه اقعدها جنبي ليه يعني؟ طب ما انا عايز انزل اروح مكان اللي بحبه، اروح مكان ما بحبوش ليه؟ اكيد انا مش عايز اروحه اصلا. خلاص يا بتاع خلينا ندوس التالي. تصور مع اليوتيوبر من حمان ده، ما اعرفش مين ده الصراحه، لكن تعطي اي بيقول لي او تعطي اي شخص باين او لكن تعطي اي شخص في الشارع دولار واحد لمده يوم كامل. انا مش فاهم مين اليوتيوبر حمان ده، خلونا نروح نبحث عنه. تقريبا يا ابطال هو ده اليوتيوبر اللي اسمه حمان. انا خدت بالي من الشخص ده قبل كده ولكن مش بتابعه قوي، ده بيقعد يشتري منتجات وبيعمل حاجات زي كده. فالمفروض في السؤال بيقول لي تصور مع اليوتيوبر ده ولا تعطي لاي شخص في الشارع دولار واحد لمده يوم كامل يعني، لكن تعطي. والله بص بالنسبة لي بصراحة أنا بحب أصور مع كل اليوتيوبرز، ولكن ماشي أنا أصور مع اليوتيوبرز. أقول له أيوه أنا أصور مع اليوتيوبر. أكتر من 51 يعني في المية موافقين، و 48% مش موافقين. يعني في ناس كتير مش يوتيوبر طبعا وبالنسبة له لا يا عم عادي، اللي هو لا أنا مش موافق العرض ده. خلاص تمام. إيه ده؟ لحظة، هل ستضغط الزر تكون إنسان مشهور وعالمي لكن متكبر وتؤذي كل من حولك؟ او ماي جاد يا جدعان، صعبه دي قوي. صعبه ان انا اكون انسان مشهور وواحد مشهور جدا بقى وعالمي ما بين الناس كلها، ولكن اكون متكبر واذي اي حد اشوفه. يعني بيقول لك تؤذي كل من حولك، طب ليه يعني؟ ما هيفيد بايه بقى الشهره يعني؟ مش عايزها طبعا يا ابطال. ادوس لا. 83% قالوا لا، و16% قالوا ايوه. مش عارف الناس 16% دول ليه يا جدعان؟ مين ده اللي داس ايوه؟ تعالى قول لي ليه. خلينا ندوس يا ابطال التالي. تكون حيوان لكن بنظر الناس انسان. ايه ده؟ يعني انا اكون حيوان يعني تمام، مثلا اتحول لقطه كلب اي حاجه، لكن الناس تشوفني انسان؟ يعني انا مش فاهم انتوا عايزين مني ايه. والله انا مش عارف. تكون حيوان لكن بنظر الناس انسان، انا مش عارف بصراحه، ولكن اكتبوا لي تحت في الكومنتات بردك يعني ان انت تكون ماشي كده حيوان والناس تشوفك انسان. يعني غريبة دي، أول مرة أشوف الأسئلة دي بصراحة. طبعا هقول لا يا عم، يعني إيه ده؟ أكتر من 65 يعني في المية قالوا لا، و 34 يعني قالوا صح. مش عارف إيه الأسئلة الغريبة دي. خلينا نشوف اللي بعده. يموت جميع من تحبهم لكن أنت تبقى حي. لا لا لا، الحاجات من الحاجات اللي بجد ما بحبش اشوفها، اللي انا اشوف شخص انا بحبه يموت قدامي او فجاه يبعد عني، وبقى يبعد عني للابد بجد، اللي هو انا ما اشوفوش خالص، واكون بقى عامل معاه ذكريات وحاجات كتير قوي تكون حلوه. ف انا هبقى موجود ليه بقى؟ ما خلاص يعني، ما الناس اللي انا بحبهم بيقول لك يموت جميع، يعني جميع حرفيا جميع من تحبهم. ف كل الناس اللي بحبهم ماتوا، انا هقعد مع الناس الوحشين ليه؟ او انا هقعد اعمل ايه يعني؟ انا مش خلاص بقى الناس اللي بحبهم ماتوا. فلا طبعا هرفض الكلام ده. واكتر من 85% قالوا لا، و14% قالوا وتقريبا كده مفيش هنا كلمه التالي. معنى كده ان الاسئله خلصت صح؟
واضح كده ابطالنا، الاسئله خلصت. اخر سؤال يا ابطال كان جامد بصراحه، اللي هو يموت جميع من تحبهم لكن انت تبقى حي. سؤال يعني حلو والاسئله جميله. لو انتوا ابطال حابين ان احنا نزود من السلسله دي او نلعب الالعاب اللي زي كده كتير، وصلوا ابطال الفيديو ده في يوم واحد بس 500 لايك يا ابطال عشان نستمر باذن الله بالافكار الجامده. ولو عندك اي فكره بطل اكتبها لي تحت في الكومنتات، بقرا كل الكومنتات على المقاطع اللي بتنزل على القناه دي ان شاء الله. وبس كده يا ابطال اعتبرك فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك فيديو سبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهات الجيمنج الجديده. هو بس كده، يبقى جيمنج اكس وي سلام.